نروح لزميلنا كريم احمد بقى بعد اصول بعثه. الحمد لله اطمنا على سلامتهم، وصولهم بالسلامه امبارح. يهمنا نطمن النهارده هيكون اول تدريب اعتقد الساعه 9 مساء بتوقيتنا هنا في القاهره، وده نفس توقيت ملعب مباراه يوم السبت ان شاء الله اللي هتتلعب 8 بتوقيت الجزائر على ملعب سان جويه او 5 يوليو يعني. خلينا نروح لكريم في الجزائر نقول له بدايه الحمد لله على سلامتك وسلامه الفريق، وتطمنا على اخبار البعثه. طبعا في البدايه الله يسلمك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وكل التحيه ليك والشكر، والتحيه موصوله ايضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اجواء طيبه جدا الحقيقه حتى هذه اللحظه، بنعمل ان شاء الله تستمر هذه الاجواء وحاله التركيز الكبيره اللي فيها لعيبه النادي الاهلي من القاهره قبل ما نتوجه هنا الى الجزائر. يا رب ان شاء الله تستمر حتى موعد المباراه وال90 دقيقه تحديدا في هذه المباراه. ان شاء الله يكون التوفيق مع الجهاز الفني في اختياره ان شاء الله التشكيله الامثل اللي هيقود بهذه المباراه، وايضا كمان مع كل اللعيبه اللي هتكون متواجده في خطوه مهمه جدا ان شاء الله تفصلنا عن المباراه النهائيه. يمكن زي ما انت بتتكلم زميلي احمد الكل هنا مركز بشكل كبير جدا في هذه المباراه، ولا كل حادث حديث، وان شاء الله باذن الله ربنا يكون معانا. صعوبه كبيره جدا في هذه البطوله تحديدا ال11 بطوله صعبه وليست سهله. يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بدوافعه الكبيره وبرغبته الكبيره يقدر ان هو يحطم كل الارقام القياسيه. حصولنا على هذه البطوله هدخل كل اللعيبه والجهاز الفني واللاعبين في ارقام قياسيه والقاب تاريخيه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، والحقيقه النادي الاهلي قادر ولاعبيه قادرين ان شاء الله على تخطي هذه المباراه. الامور طيبه جدا في فندق الاقامه، حاله من التركيز كالعاده مع فريق النادي الاهلي، محاضرات المستمره والاجتماعات المستمره مع اللاعبين الكبار، كل اللعيبه بتاكد على هذه المباراه، الكل بياكد ان المباراه لم يحدث اي شيء في المباراه، المباراه الماضيه في القاهره العكس الصحيح للنتيجه، النادي الاهلي يمكن فاز بنتيجه 4-0 لكن لعيبه النادي الاهلي بتعكس هذا الامر، بتقول ان احنا متاخرين، نتيجه 0-0، لازم ان احنا نحرز هدف واثنين وثلاثه ونادي شكل اكثر كمان من القاهره، وده يمكن بيدينا مؤشر ودلاله كبيره جدا على اهميه المباراه ومدى تركيز لاعبي النادي الاهلي. في اللحظات الحقيقه اللي انا بكلمك فيها زميلي احمد يعني الحمل التدريبي هنرفع شويه، وبيتسو موسيماني يحاول ان هو يرفع الحمل التدريبي على ان ينزل تدريجيا حتى يوم الجمعه ان شاء الله ومنها للمباراه. يعني النهارده بعض اللعيبه بتاخد جزء بسيط جدا في الجيم، تدريب فريق النادي الاهلي الاول النهارده يكون 8 مساء بتوقيت الجزائر، لكن واضح البرنامج الطبي طبعا والبرنامج التاهيلي الموضوع مخطط الاحمال لكابيلو، برنامج جيد جدا ان شاء الله، لان اللعيبه تعرف 48 ساعه ثم تدريب وحيد في القاهره وعلى طول هنا الى الجزائر، فان شاء الله باذن الله تكون جرعه تدريبيه النهارده قويه نلمس من التدريب الاول لفريق النادي الاهلي حاله التركيز. التدريب الاول بيكون مهم جدا من خلال تواجدنا مع بعثه النادي الاهلي في البطوله التاسعه والعاشره، بنشوف التدريب الاول لفريق النادي الاهلي بينقل لنا وبينقل لجمهور النادي الاهلي مدى حاله الجديه ومدى حاله التركيز والمعنويات المرتفعه جدا للاعبي النادي الاهلي. يا رب بس يحافظ على اللاعبين لان الحماس موجود والجديه موجوده، الالتحامات الاشتراكات كل الامور دي بياكد عليها طبعا بيتسو موسيماني والكابتن سيد ابو حفيظ والكابتن سامي قمصان، يكون في حفاظ على اللاعبين لان احنا مش عايزين نفقد اي حد. يعني السليه حتى هذه اللحظه لسه لم يتم حسم الامر ان يكون متواجد في التدريبات الجماعيه من عدم، وحمدي فتحي جاهز بكل قوه، وايضا كمان منعم اكدنا على جاهزيته، لكن يتبقانا ان شاء الله السليه منتظرينه باذن الله. هو يمكن ماشي بشكل جيد جدا يعني عنده استيعاب كبير جدا، وبنطمن على طول من طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبد على الحاله طبعا الخاصه الطبيه بعمرو السليه، لكن املنا كبير في ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي يوم السبت. النهارده التدريب الاول هيكون على الملعب الفرعي ليه 5 جويليه اللي هو اللي هيستقبل مباراه الاهلي وفاق ستيف يوم السبت 8 مساء بتوقيت الجزائر 9 مساء بتوقيت القاهره. لسه حتى الان لم نرى الملعب وجودته طبعا الخاصه بملعب الفرع ومنها كمان الملعب الرئيسي، لكن ان شاء الله باذن الله تكون الامور طيبه لفريق النادي الاهلي ان شاء الله. يعني انا طمنت منك مبدئيا كده على السليه وعلى عبد المنعم انه في احتمال ان هم يكونوا جاهزين للمشاركه في المباراه. في اي حد تاني ويمكن متولي كمان يعني معايا تصريح ليه النهارده بيقول انه جاهز للمشاركه وبيحترم قرار مستر موسيماني او في انتظار قرار مستر موسيماني انه يديله فرصه المشاركه. هل في اي حد بيشتكي من اصابات او ممكن يكون بعيد عن المشاركه في مباراه وفاق الصيف يوم السبت اللي جاي؟ لا يعني نقدر نقول الحمد لله، يعني كان عندنا عدد كبير من الاصابات لكن تدريجيا رجعوا اللعيبه كلها الحمد لله بجديتهم الكبيره المعروفه، يتبقى بس عمرو السوليه. يعني منعم جاهز بكل قوه، حمدي فتحي جاهز، الشناوي، كل اللعيبه اللي كانت بتشكي من حاجات بسيطه جدا اطمنا عليها، لكن يتبقى السوليه هو اللاعب الوحيد اللي لسه حتى الان لم يتم حسم الامر الدافع بيه في التدريبات الجماعيه او يكون مشارك. لكن الاصرار الحقيقه اللي احنا لامسينه من عمرو السوليه والتركيز الكبير من الواضح ان شاء الله يكون في القائمه ويكون ليه دور كمان فعال، لكن الحفاظ طبعا اهم حاجه. طبعا الجهاز الطبي بيحاول ان هو اي لعيب باي حاجه بيبعد جاهز 100% بيكون ليه دور، لان قيمه النادي الاهلي كبيره جدا في هذه المباراه وفي هذه البطوله، فان شاء الله طيب باذن الله. خليني اروح معاك للاجواء في الجزائر يا كريم إن شاء الله. يعني عايز اكلمك شويه على طبعا الخساره اللي تعرض ليها وفاق صفر القاهره، خساره ثقيله الى حد كبير.
وارد تكون اضعفت فرصه في التاهل بنسبه كبيره جدا، لكن ده لا ينفي وانا كنت بقول في بدايه الحلقه انه المباراه صعبه وانه الفريق وفاق الصيف من الفرق الكبيره على مستوى الجزائر والفرق الكبيره على مستوى افريقيا، عنده تاريخ كبير يعني وفريق عنده شخصيه البطل، وبالتالي الخساره الثقيله دي جرحت كبريائه شويه. عايز اتكلم معاك عن ردود الافعال في الجزائر، ازاي وسائل الاعلام بتتكلم على اللقاء المنتظر ان شاء الله يوم السبت الجاي، شايفين ازاي فرصهم في مواجهه النادي الاهلي؟ يعني على ارض الواقع زميلي احمد انت عارف طبعا الفرص ضعيفه جدا وهم يمكن معترفين بهذا الامر، بنقابل بعض الجماهير الخاصه بفاق ستيف وبيقولوا لنا مبروك عليكم، الكلام المعتاد طبعا من فكره الجمهور الخاص بكره القدم، لكن اللي باكد لك عليه ان وعي لعيبه النادي الاهلي حاططنا في الاجواء دي ومخلينا ان احنا بنقول ان هذه المباراه مباراه غير المباراه الاولى خالص، ده اللي احنا بناكد عليه، الوعي الكبير والتركيز الكبير مخلينا عندنا افضليه كبيره جدا في هذه المباراه، لكن الاجواء هنا الصحافه الكل الجمهور اللي بيقابلنا اي حد بيقابلنا كمان في فندق الاقامه بيتكلم عن الامل ضعيف جدا لان النتيجه كبيره جدا والنادي الاهلي كمان كان ليدنج بشكل كبير جدا في هذه المباراه، اهدر اكثر من فرصه، التفوق والتوفيق كان معانا في هذه المباراه، فيمكن ده يعني هازل شويه الجزء الخاص بفخ ستيف، لان النادي الاهلي لو كان التوفيق معاه في المباراه الاولى النتيجه ما كانتش هتبقى اربعه، يعني النتيجه هتبقى اكتر من كده كمان، فده اللي بنراهن عليه ان شاء الله ان احنا الحاله والشخصيه اللي احنا نزلنا بيها ودخولنا في المباراه الجايه جدا اللي احنا شفناه في المباراه الاولى يا رب ان شاء الله باذن الله يكون نفس الدخول ونفس الشخصيه ونفس الرغبه الكبيره في تحقيق الفوز والتاهل للمباراه النهائيه، وده في ايدين اللعيبه ان شاء الله في فكر الجهاز الفني في المناخ الطيب جدا اللي بيقوم بمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب العامري فاروق، طبعا معالي الوزير العامري فاروق رئيس بعثه النادي الاهلي بصحبه اعضاء مجلس الاداره لاهتمام كبير جدا، وده واصل للعيبه، ينقصنا التوفيق ان شاء الله زميلي احمد في هذه المباراه، الطقس مميز جدا إن شاء الله. عايز اكد على هذا الامر في موعد المباراه 8 مساء يا رب يكون التوفيق في هذه المباراه في ان شاء الله. بشكرك الزميل العزيز كريم احمد من الجزائر وكل التوفيق.